موقع أنا السلفي، مارسيل بوازار. لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقدمية بشكل جوهري، وتفسر هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال القرون الأولى من تاريخه. يقول أيضا: منذ بدء الفتح العربي الإسلامي كان المحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم روحا من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبة، وفي زمن لم يكن فيه العنف يعد شرعا ولا عاطفة. أصدر أبو بكر رضي الله عنه أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جنوده التعليمات المشهورة المرنة كثيرا التي تختصر الروح الخلقي للقانون الإسلامي.